الليلة دي بقى هنسقف مرة بقى من أول بداية الحفل يعني للزمالك، لأن دي جايزة خاصة رايحة لأهلاوية وزملكاوية ما بيختلفوش عليه. أوكي؟ جائزة خاصة بتقدم من وشوشة لنجم الكرة المصرية اللي هنشوفه في الفيديو ده. The one and only حازم إمام نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري والزملكاوي بقى، عشان أنا زملكاوية وسقفت للأهلي كتير ونسقف للزمالك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، كوكبه كبيره جدا جدا من الفنانين والصحفيين والاعلاميين والرياضيين، فان انا اكون متواجد في وسط الكوكبه دي وكرم، فحاجه جميله ليا وحاجه بتشرف بيها. بشكر مجموعه وشوشه طبعا، استاذ هواري، محمد القاضي في الملعب. بشكر على الجائزة اللي هي الخاصة طبعاً. الحمد لله الواحد كسب جوائز، لكن دايماً كل جائزة تبقى خاصة، أكيد الواحد بيحس وبيعمل حاجة، فإن شاء الله دايماً عند حسن ظن الناس، إن شاء الله دايماً القادم أحسن. الكرة السنة دي هتبقى أحسن عندنا بكأس أفريقيا بإذن الله، إن شاء الله نعمل حاجة فيها كويسة بإذن الله يعني. ومش عارف أقول إيه، بس أنا مبسوط جداً إن أول مرة أخد وشوشة، إن شاء الله ما تبقاش الأخيرة. ف 2018 أنا شايف كان الأهلي عمل فيها شغل كويس، الزمالك ان شاء الله 2019 بقى يظبط الدنيا ان شاء الله. معلش يا استاذ احمد، انا عارف انك زعلان. سلام طيبين يا جماعه، وسنه سعيده علينا جميعا ان شاء الله باذن الله.